السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على قطاع غزة، ونناقش فيها اليوم أهم التطورات لا سيما فيما يتعلق بالهدنة الإنسانية المؤقتة والمساعي الجارية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وترتيبات ما بعد الحرب. سيكون معنا خلال هذه التغطية عبر سكايب من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتور ربحي حلوم، وعبر سكايب أيضا من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية الأستاذ ياسين حمود، وعبر الهاتف من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. أهلا بكم ضيوفنا الكرام جميعا. لعلي أبتدئ معك دكتور ربحي، أهلا بك بداية. أهلا بكم أخي. حياكم الله. دكتور ربحي، يعني كما تعلم كما تم تمديد الهدنة ليومين آخرين، بداية ما رأيك بمسار هذه الهدنة وإجراءات التمديد فيها؟ أخي، هذا العدو يعني الذي يداور ويناور ويحاول التحايل على كل شيء، هو مدد الهدنة لأنه يرى في من مصلحته لمزيد من الإعداد. هو يخطط ويضمر شيء غير الذي يعلنه، وبالتالي الالتزام بالهدنة نزولا عند رغبة الوسطاء كان مجرد تحايل لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ ما يخبئه وما يضمره. هو هذا عدو متغطرس يضمر كل العداء، ويعني لا يسيطر على أفكاره. طيب وعلى دكتور ربحي، يعني باعتقادك ما الذي يضمره؟ هل متابعة الحرب أم ماذا؟ أخي، هو أعلنها بوضوح، أن أعلنها وقال أن يعني أعلن الحرب بوضوح منذ اليوم الأول، وأعلن الحرب تعني ورافق ذلك الإعلان تصريحه الواضح والمعلن القضاء على حركة حماس، قال هذا بكل وضوح، وبالتالي الهدف هو القضاء على حركة حماس وحركة حماس القضاء على إنجاز 7 أكتوبر الذي تمكنت إنجاز حماس من إنجازه كاستحقاق تاريخي، شكل منعطفا تاريخيا ينبئ ويؤكد زوال هذا الاحتلال. الاحتلال يريد رد الاعتبار والقضاء على هذا يعني الخطر الذي يتهدده، هو بات يدرك أن حماس يعني ليست قابلة للإلغاء أو الإنهاء، بالعكس هو القابل، يعني حماس صاحبة الأرض صاحبة الحق، هو المغتصب هو المحتل هو المهدد بالزوال، وبالتالي هو يدرك هذه الحقيقة لأن الأرض ليست أرضه، يدرك أنه على غير أرضه، ومن هنا يعني جاءت كل هذه الخطط لمحاولة كسب الوقت والبقاء قبل أن يتم يعني تطهير هذه الأرض من وجوده. هو يدرك ذلك، وبالتالي علينا أن نكون واضحين في كل شيء، هو يخطط للقضاء على حماس. طيب أستاذ، وأعلن ذلك بوضوح. أنتقل هنا بالسؤال للأستاذ ياسين. يعني أستاذ ياسين، كما تحدث دكتور ربحي إن العدو الصهيوني يعني يسعى أو يخفي شيئا ما، يضمر شيئا ما، ويستغل هذه الهدن لكسب الوقت، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا باعتقادك، بعد كل هذا الفشل الأمني والاستخباراتي والعسكري بتحقيق أي إنجاز على أرض الواقع، هل تبدو حكومة نتنياهو قادرة على مواصلة هذا العدوان بعد انتهاء وقت الهدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام ولأهلنا في غزة وللمقاومين أيضا في غزة.
أنا أعتقد أن الاحتلال الصهيوني فشل رغم جبروته ورغم قوته العسكرية ورغم طيرانه وقصفه والمجازر التي قام بها والاقتحامات البرية التي سعى لأن يعني يحتل شمال غزة. إلى الآن فشل فشلا ذريعا ولم يحقق أي إنجاز عسكري، ولذلك رأيناه يذعن لشروط المقاومة التي وضعتها منذ اليوم الأول وقبل دخوله البري إلى قطاع غزة. لذلك أنا أرى أن الاحتلال الصهيوني كما قلت فشل فشلا ذريعا ولن يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه، ونتنياهو في النهاية سيذهب إلى السجن وسينهي حياته السياسية. هو الآن كمن يعني روحه بتطلع، وهو بيحاول أن يؤخر هذا الأمر، خاصة أنه تلقى منذ اليوم الأول الدعم الأمريكي بشكل أساسي والدعم الغربي بشكل عام، لكن رأينا أن الولايات المتحدة لن تعطي نتنياهو الوقت المفتوح لهذا الأمر. عندما بدأت المعركة وبعد 7 أكتوبر جاء بايدن وجاء وزير خارجيته ووزير دفاعه وعدد من الرؤساء والرؤساء الوزارات الغربيين، وحرك قطاعه العسكرية وبارجاته وأسطوله إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وغيره، أملاً في وأعطى الضوء الأخضر، بل أعطى نتنياهو له الأجندة مفتوحة للقضاء على حركة المقاومة، على حركات المقاومة في مقدمتها حماس. ولكنه بعد هذا بعد 48 يوم من القتال رأى البيت الأبيض وغيره أن نتنياهو لن يستطيع أن يحقق ما يصبو إليه، خاصة في ظل انكشاف زيف الرواية الصهيونية فيما جرى يوم 7 أكتوبر وبعد ذلك، ورأى المجازر والاعتداءات على المستشفيات وعلى المدنيين، الأطفال، النساء، المساجد والكنائس. ورأينا التحول في الرأي العام الأوروبي والأمريكي. أنا أعتقد لن يستطيع الاحتلال أن يستمر في عدوانه، وإن كان هذا الأمر اليوم وصل رئيس CIA إلى قطر من أجل العمل على يعني صفقة كبيرة لإخراج العسكريين الصهاينة، أو على الأقل خلينا نقول للتوافق على هدنة طويلة. طيب عفوا أستاذ ياسين، في أي سياق إذا تأتي تصريحات نتنياهو بأن الوضع في غزة لن يكون لحماس كما كان قبل 7 أكتوبر؟ هو تحدث هذا قبل حتى يعني قبل عدوانه على غزة، ووضع سقفا عاليا، هو يريد أن يقضي على حماس وعلى حكم حماس ولن يكون لحماس قائمة. لكننا بالمقابل شاهدنا في الأيام الماضية، عندما يعني في الـ5 أيام الماضية شاهدنا أن المقاومة، أو الـ4 أيام الماضية شاهدنا أن المقاومة عندما تقوم بتسليم الأسرى لديها وخاصة المدنيين ومزدوجي الجنسية، رأيناها يعني تقوم بعرض عسكري في قلب مدينة غزة، ورأيناهم يخرجون في رفح وفي خان يونس وفي غيرها، مما يعطي رسالة واضحة أن نتنياهو فقط هو يعني لحماية مستقبله السياسي، هو يخاطب جمهوره الداخلي، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لن يستطيع أن يحقق شيئا من هذا. وأنا أقول لك الهدنة التي امتدت لـ4 أيام ثم اليوم أو بالأمس تم تمديدها ليومين وحضور رئيس CIA، هو من أجل إنزال نتنياهو عن الشجرة التي صعد إليها، ولن يستطيع أن ينزل إليها إلا من خلال المفاوضات يعني السياسية غير المباشرة بين حركة المقاومة حماس ومعها فصائل المقاومة، وبين حكومة الاحتلال عبر يعني طيب. الوسيط القطري والوسيط المصري وبرعاية أمريكية. ورأينا أن الأمريكان الآن يضغطوا على نتنياهو الذي يعني بيحاول
يعني يستمر في عدوانه، لكنه لن يحقق شيئا طيب مما دكتور، وضعه. وكما قلت، هو يخاطب جمهوره الداخلي، جمهوره الإسرائيلي. نعم دكتور ربحي، هل تتفق مع الأستاذ ياسين بما يعني جاء إليه من أن الإدارة الأمريكية ربما تحاول إنزال نتنياهو من على الشجرة التي حاول أو التي يعني ورط نفسه بالصعود إليها، وبأن نتنياهو غير قادر فعليا على معاودة عدوانه؟ ما رأيك بما قاله؟ الإدارة الأمريكية في تقديري هي تدرك ذلك، تدرك أن نتنياهو هو في يعني بصدد أن يغيب عن الصورة ويتهرب من مستقبله الذي انتهى سياسيا، وبالتالي تحاول أن يعني تجد مخرجا لإخراجه بصورة مقبولة، ليس بصورة المنهزم. ولكنه في حقيقة أنا أتفق مع ما قاله زميلي وصديقي وأخي ياسين بكل ما تفضل به، أتفق على يعني معه حول كل ما تفضل به. صحيح. نعم. الآن هناك سؤال مهم يطرح حول يعني بعيدا عن حكومة نتنياهو أو أي حكومة إسرائيلية لاحقة، هناك أزمة ثقة بين الولايات المتحدة ودولة الكيان. يعني تعلم تماما أن أمريكا والغرب وضع هذا الكيان لتأمين مصالحه، والآن بات مشكوكا في قدرته على تأمين هذه المصالح. فيعني كيف أو كيف أثرت حرب 7 أكتوبر وطوفان الأقصى في تأجيج أزمة الثقة هذه؟ الحقيقة يعني أحداث 7 أكتوبر وضعت الكيان الصهيوني، لم تضع الكيان الصهيوني فحسب، وضعت الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية في مأزق شديد، وبالتالي باتوا يتخبطون جميعا في كيفية الخروج من هذا المأزق وكيفية إعادة الاعتبار لما أصابهم من دعني أقول عدم اتزان، ومعلقون بالهواء، معلقين بالهواء، وبالتالي يدركون أنهم في مأزق ويحاولون الخروج منه. من هنا جاء موضوع قصة الهدن والتي جعلوها هدنة قصيرة الأجل، ثم يتم تمديدها إلى يومين آخرين، كل ذلك في محاولة للخروج من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه، والذي يدركون أنهم منهزمون بلا نهاية، لكنهم يريدون أن يعني كما تفضلت أن ينزلوا عن الشجرة بشكل لا يلحق بهم. طيب هذه الهدن العار الذي رسموه لأنفسهم. دكتور ربحي، هذه الهدن ما الفرص من أن تكون أو تتحول إلى وقف كامل إطلاق النار؟ وقف كامل، لأنهم يدركون أن المقاومة يعني ليس بالإمكان على الإطلاق، أن حماس غير قابلة للإلغاء، أن حماس باقية، وأن حماس ليست فقط حماس التنظيم المقاتل، حماس أصبح كل غزي حمساوي، أصبح كل عربي حمساوي، وبالتالي هم يدركون هذه الحقيقة يعني يحاولون النزول عن الشجرة كما تفضل بشكل يخرج يعني يعطيهم بعض ماء الوجه أمام بأقل الخسائر مواطنيهم وأمام مجتمعهم. نعم أستاذ ياسين، ما فرص تحول هذه الهدن وتمديداتها إلى وقف كامل إطلاق النار برأيك؟ أنا أعتقد الفرصة كبيرة، خاصة كما قلت ذكرت في خلال هذه المداخلة أن رئيس CIA موجود الآن في قطر، وهو يعمل على توسيع هذه الهدنة لتشمل الجنود الصهاينة ويعني بقية الأسرى لدى حركات المقاومة ولدى حركة حماس. وحماس وضعت شرطها من اليوم الأول، هم عندما يعني قبل بدء هذه المفاوضات غير المباشرة قالوا نحن على استعداد إذا أردتم
إلى يعني خلينا نقول إلى صفقة جزئية نحن على استعداد لذلك، وإذا أردتم صفقة كاملة وشاملة نحن على استعداد إلى ذلك. لذلك أنا أقول أن المقاومة يدها العليا وهي لا زالت مسيطرة على الأرض، وحاضنتها الشعبية قوية جدا وصابرة معها ومحتسبة، وتلتف حول حماس وحركات المقاومة. لذلك أنا أعتقد الأمر عند الصهاينة. يعني هل تعتقد أن الأمر فقط معلق بموضوع الأسرى، أم أن هناك موضوع أو موضوعات أخرى ربما تتوسع لتشملها هذه اللدنة، منها مثلا رفع الحصار عن قطاع غزة وإدخال المساعدات، ولربما تتطور هذه المفاوضات لفتح مطار في غزة وغيرها من الأمور، إعادة إعمار؟ هذا الأمر متروك للمستقبل حقيقة، لكن الآن الحديث كله ياتو عن جملة من يعني عن موضوع الأسرى. وإن كنا عندما بدأ يعني العبور المقدس في 7 أكتوبر، بررت المقاومة ذلك بالتالي: أن الاعتداءات على المسجد الأقصى أصبحت غير محمولة، أن حصار أكثر من 17 سنة على قطاع غزة، حرمان غزة من يعني من الحرية، الأسرى أيضا. يعني هو تحدثوا إخواننا في المقاومة على جملة من المسببات ليوم 7 أكتوبر، منها المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، تحدثوا عن موضوع الأسرى، وتحدثوا أيضا عن قطاع غزة وهذا الحصار الغاشم والظالم على غزة. لكن اليوم الحديث يجري عن موضوع الأسرى، وأنا أعتقد المقاومة لديها من الحكمة ولديها من يعني القدرة، وأثبتت خلال يعني الأيام الماضية من خلال المفاوضات أنها مقاومة واعية، مقاومة مسيطرة على الأرض، مقاومة قوية عنيدة في المفاوضات، ليست سهلة. وأنا أعتقد يعني الاحتلال الصهيوني في النهاية سيرضخ لشروط المقاومة كما رضخ في الهدنة الماضية، الهدنة ال4 أيام. وكون المقاومة قادرة وبيدها كنز ثمين من الجنود والضباط الصهاينة، وأمام خسارة العدو الصهيوني المئات من جنوده والآلاف من الجرحى عنده، واليوم الاحتلال الصهيوني يعني تحدث عن أو أفصح وكشف الستار أنه في عنده 1000 جريح، أكثر من 200 منهم جروحهم بليغة. لكن كما ذكر مدير مكتب الجزيرة الأستاذ وليد العمري أن الجرحى بالآلاف أكثر من هذا بكثير، والقتل الصهاينة أكثر من هذا بكثير، الانقسام في داخل الكيان الصهيوني، الخسارة الاقتصادية التي تعرض لها الكيان الصهيوني، عدم الثقة أو تزعزع الثقة في الواجهة السياسية سواء الحكومة وقادة والجيش، حتى أصبح الإسرائيلي غير آمن على نفسه. شفناهم في شمال فلسطين المحتلة، رئيس كريات شمونة بيقول خلي جالنت يجي يسكن في كريات شمونة وأنا أسكن مكانه. يعني بمعنى آخر الوضع الداخلي الصهيوني وضع ضاغط جدا عليهم، مع خسارتهم وهزيمتهم في الحرب التي بطبيعة جرت الحال في لا غزة ننسى أن سواء. غلاف غزة لربما هذه المناطق كانت تشكل يعني الغطاء الغذائي أو السلة الغذائية لكيان الاحتلال. صحيح، وعندما في اليوم الأول يعني عندما تصبح هذه أكثر من 200-300 ألف مستوطن يهودي صهيوني يخرج من غلاف غزة، وأنا لا أعتقد أن أحد منهم سيعود إلى غلاف غزة، عندما يبدأ أكثر من 300 ألف بمغادرة الكيان الصهيوني، كل هذا يعطينا أنه لا مستقبل لهذا الكيان في أرضنا. وعندما أصرت المقاومة عندما اختارت الأسرى الفلسطينيين لإخراجهم من السجون الاحتلال، أخرجت من أرض 48، من القدس، من الضفة الغربية، من غزة، لتقول أن فلسطين كلها لنا، وأن الشعب الفلسطيني واحد،
ولن يستطيع هذا الاحتلال أن يكسر هذا الشعب الفلسطيني وفلسطين من البحر إلى النهر. نعم. ستعود لنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، ثم بسواعد المقاومين والمجاهدين في فلسطين ومعهم أمتهم العربية والإسلامية من خلفها. نعم، أرحب بالصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي التي تنضم إلينا عبر الهاتف من جنين. أهلا بك سيدة إيمان. بداية الرحمة للشهداء، شهداء فلسطين. أهلا نعم. بك سيدة إيمان، يعني لو تجملي لنا ما هي الأوضاع في الضفة الغربية؟ نعم، الأوضاع في المحافظات في الضفة تركزت في المحافظات الشمالية تحديدا، حاصرت لنقل محافظة طوباس أولا كان التركيز عليها، قامت قوات الاحتلال بمحاصرة منزل في طوباس واندلعت اشتباكات مع المواطنين، وقامت المقاومة بإلقاء العبوات الناسفة. أسفر خلال الاقتحام ومطالبة سكان المنزل بإخلائه تمهيدا لتفجيره باشتباكات قوية، أسفرت عن استشهاد طفل هو عمر أحمد جميل وهدان 14 عاما، تم تشييعه قبل قليل حيث استمرت ساعات طويلة أكثر من 4 ساعات في طوباس. كذلك في جنين كان هناك اقتحامات واعتقالات، وكذلك شهيد في قرى رام الله، قرية من قرى رام الله. ونعم وإليك. نعم، بالنسبة لهذه الاقتحامات والمداهمات، ما هي يعني سبب تكثيفها خاصة في ظل تمديد الهدنة في غزة برأيك؟ نعم، هي سياسة إسرائيلية يمينية متطرفة، عندما سمح لها أو فشلها فقد فشلت في السيطرة على غزة، استطاعت أن تنقل الفكر الإسرائيلي أو الشارع الإسرائيلي أنه مستمر في تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة الفلسطينية في الضفة، كما توغلت منذ بداية الهدنة وهي تتوغل في المحافظات الشمالية، جنين يوميا طبعا، جنين، طوباس، أول نابلس، باستمرار طول كرم كذلك الأمر. إذن هي تظن أن الشارع الإسرائيلي هو منشغل بأنهم أن سياستهم اليمينية متطرفة مستمرة في القتل والقضاء على المقاومة الفلسطينية. نعم، طيب فشلهم هو تحديدا بسبب فشلهم في الجنوب، محافظات الجنوب. نعم، دكتور ربحي، يعني أتوجه إليك بالسؤال هنا. يعني مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال من برشلونة بضرورة التواصل حصرا مع من يمثل الشعب الفلسطيني من المؤسسات، يعني يقصد منظمة التحرير الفلسطينية. أليس هذا في هذا التوقيت محاولة لإلغاء حركة حماس؟ أم كيف يفهم هذا التصريح؟ كما تفضلت، لا يتوقف فقط على محاولة إلغاء حركة حماس، وفي محاولة الإبقاء على السلطة القائمة التي تشكل ذراعا لأوسلو يعني التحالف والتآلف مع الاحتلال، وبالتالي هو يحاول الإبقاء على هذه السلطة القائمة. ومن هنا نعلم يعني كيف هذا الرجل، ما الذي يدور في رأسه. هو لا ننسى أنه رئيس اتحاد أوروبي معادي للأمة العربية ومعادي لحماس ومعادي للأمة العربية بأسرها، وينطق بلسانها، ومن هنا موقفه واضح جدا. ولعلنا ندرك أنه زار فلسطين المحتلة والتقى مع الصهاينة قبل أن يعود إلى أوروبا بتصريحاته التي تفضلت بها. نعم، ولكن رغم ذلك دكتور ربحي، يعني هو صرح بضرورة البدء بمفاوضات حل الدولتين، كيف يفهم ذلك؟ أخي، هم يحاولوا بأي شكل من الأشكال ترسيخ يعني نظريتهم القائلة
حق إسرائيل في الوجود. هذا كل ما يعني، وبالتالي قالوا حل دولتين للحصول على تأكيد بهذا الحق المزعوم لإسرائيل في الوجود. لا وجود لدولتين، فلسطين عربية وستبقى عربية، شاء وما بوا. كانت حماس هي جزء من المنظومة العربية، من كانت ليست مجرد تنظيم. موقف حماس أصبح موقف كل عربي وكل فلسطيني، وبالتالي محاولة العودة إلى هذا الوهم الذي يسمونه حل الدولتين، هذا كيان مصطنع على غير أرضه، وكل شاذ، لا بقاء لأمر شاذ وعلى غير وعلى أرضية غير طبيعية وغير حقيقية. نعم أستاذ ياسين، يعني نلاحظ أنه هناك عدة دول التزمت الحياد لعدة عقود، والآن بما حصل بطوفان الأقصى بدأت تقول ويعني تشدد على ضرورة الرجوع بالمشكلة إلى جذورها، ويعني البدء كما ذكرنا بحل الدولتين. لربما هذا من الآثار من الآثار الإيجابية لعملية طوفان الأقصى، ولكن السؤال كيف من الممكن أن تتلقف الفصائل والقيادات الفلسطينية هذه الدعوات وتعمل عليها على أرض الواقع وفي المجتمع الدولي لتفعيلها؟ قبل طوفان الأقصى وخاصة يعني منذ عهد ترامب السابق، وعندما جاء بصفقة القرن وغيرها، ثم التطبيع، ثم الاتفاقيات الإبراهيمية، الحقيقة أصبحت القضية الفلسطينية في ذيل اهتمامات العالم، وللأسف الشديد حتى في ذيل اهتمامات عدد من الدول العربية. عندما جاء طوفان الأقصى وجاء العبور المقدس يوم 7 أكتوبر، أعاد القضية الفلسطينية إلى قمة الاهتمامات الدولية، لأنهم شاهدوا أن هذه القضية لم تمت، وأن الشعب الفلسطيني لا زال يطالب بحقه، وأن هناك مقاومة تحمي هذا الحق. من أجل هذا، وخاصة في بالمقابل المجازر يعني الغير محمولة ضد الإنسانية في قطاع غزة، واليوم بنشوفها أيضا في الضفة الغربية، وهذا التحول في الرأي العام الأوروبي والرأي العام الأمريكي، وخلينا أقول أنا خنوس التطبيع في العالم العربي ودول التطبيع في العالم العربي. رأينا زي ما تفضلت أنت عدد من الدول التي كانت تقف على الحياد تطالب بموضوع حل الدولتين، ورأينا الموقف الروسي في والموقف الصيني في مجلس الأمن وفي قمة البريكس أيضا، وجدناهم هم وغيرهم ممن يتكلمون في موضوع حل الدولتين. لكن أنا أقول لك يعني هذه الدول إلى الآن ليست هي الفاعل الحقيقي في قضية فلسطين وقضية الشرق الأوسط، وهذا تحول جيد لدى هذه الدول. الفاعل الرئيسي في هذا الأمر هي الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم قرأت بعض التسريبات التي يعني لقاء الرئيس عباس مع الرئيس الأمريكي، عندما طالب الرئيس محمود عباس الرئيس الأمريكي بأن يكون هناك دولة فلسطينية و يعني تعترف فيها الأمم المتحدة وتكون دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، رد عليه الرئيس بايدن، وهذا موجود في المحاضر التي تمت يعني في سجلت هذا اللقاء. الرئيس بايدن يقول بأنه إذا يعني الموافقة على حل أن تكون هناك دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، هذا يحتاج إلى موافقة السيد المسيح، بمعنى آخر أنه من سابع المستحيلات كما يقولون. واليوم يعني تحدث الدكتور ربحي عن اتفاق أوسلو وما جرى من ويلات على شعبنا الفلسطيني وعلى قضيتنا الفلسطينية، اليوم يحاولوا إحياء مثل هذا الأمر. نحن نعلم أن حتى الدول التي كانت على الحياد، روسيا ولا الصين ولا غيرها من الدول، هي بالنهاية
تعترف بالكيان الصهيوني ولها علاقات مع الكيان الصهيوني، ولن تأتي اليوم وتقول نحن بدنا دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني. لكن هذا التحول هو جاء بعد 7 أكتوبر وما فرضته المقاومة في المعادلة. وأنا أقول لك هذا الاحتلال لن يدوم، وحل الدولتين نحن نؤمن بأن فلسطين هي أرضنا التاريخية من البحر إلى النهر، ولن نقبل بغير ذلك. والمقاومة ذكرت أنه إحنا قد نقيم دولة على يعني على أي أرض محررة دون الاعتراف بالكيان الصهيوني وبالعدو الصهيوني، لكن حقنا في فلسطين التاريخية هو حق غير لا يتزعزع. وبتعرف يعني الآن هو مطلوب من سواء الفصائل ولا حتى الدول العربية يعني السير في الموضوع الدبلوماسي، لكن على ليس على قاعدة بالنسبة للمقاومة على قاعدة الاعتراف بالكيان الصهيوني. هم الآن يتحدثوا عن حل الدولتين، احنا عشنا 25 سنة من الوهم في انه هناك سيكون هناك دولتين. وانا اقول لك يعني اي عن اي دولتين بيتكلموا، يعني عندما تحدث نتنياهو سابقا عن حل الدولتين قال انا مؤمن بحل الدولتين والدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح ولن تكون هناك لها سيادة وستكون الأمور الأمنية بيد الكيان الصهيوني وأيضا يعني العلاقات الخارجية بيد الكيان الصهيوني. هو أصلا الكيان الصهيوني أبقى شيء ممكن أن تقوم عليه دولة فلسطينية، حتى يعني فرض أجندته على الجيل القادم بأن هذا الجيل يجب ألا يربى على كره هذا الكيان وإنما على التعاون معه. هنا أتوجه بالسؤال للدكتور ربحي. دكتور ربحي، كيف أيضا كيف ترى هذه الدعوات الآن لإنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح بحماية أممية؟ أخي هم أعلنوها بوضوح، أعلنوها يعني في قوننوها بالنسبة لمسيرتهم، وقالوا أن أرض إسرائيل يعني الضفة الغربية سموها يهودا والسامرة، حتى يعني لديهم رسميا لا يتلفظوا بقصة الضفة الغربية، هم يقولوا يهودا والسامرة، أعلنوا يهودا والسامرة بين قوسين أنها يعني هذه ملكا لهم ويريدون أن يتمددوا إلى أوسع من ذلك. هذا هو الواقع، لا يعني ليس هناك في عرفهم شيء اسمه حل دولتين، وبالتالي يريدوا أن يقضوا على ما نؤمن به وما هو التاريخ لنا بالنسبة لنا وللعالم، فلسطين عربية كانت وستظل عربية، وبالتالي هذه الدولة المسخ التي لم تتجا يعني مضى عليها قرابة 70 عاما أو يزيد هي على غير أرضها، هي دولة على أرض تاريخية اسمها فلسطين وفلسطين العربية، وبالتالي يريدون أن يغيروا هذا التاريخ. هذا التاريخ يصنعه أبناء فلسطين، هو لا يصنع التاريخ إلا هؤلاء المقاومون الذين أنجزوا يعني إنجاز، يعني كان هناك تعويل على أن الجيل القادم سوف ينسى القضية، والذي حصل أنه بالعكس تماما تمسك بقضيته وبأرض أجداده أيضا، يتمسك أكثر من أجداده بها. نعم، أتوجه بالسؤال للأستاذة إيمان. أستاذة إيمان، يعني في الضفة الغربية نعلم أن سلطات الاحتلال فرضت توقيع أهالي الأسرى على تعهدات بعدم الاحتفال، ولكن رغم ذلك يعني نرى صور وفيديوهات احتفال العائلات بعودة أسراها. يعني كيف تصفين تعاطي المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية مع المقاومة، مع حماس، ويعني روح المقاومة بشكل عام؟ نعم، تحديدا السؤال ماذا؟ بالنسبة للأهالي كيف ينظرون الآن؟ نعم. للمقاومة، نعم. هل يحملونها مسؤولية ما حدث في غزة أم لا. على العكس يعني لا. هم لا مؤمنين أصبحوا نعم. بالمقاومة وبنهج المقاومة؟ نعم.
نعم وضحت الفكرة. التزاما من المواطنين الذين لديهم أبناء وسيدات مفرج عنهم في الهدنة الحالية في الأربعة أيام، التزاما منهم وأدبا لروح الشهداء. كانت الاحتفالات تقتصر على هزيج وطنية، فقط وطنية، لحظة التقاء الطفل في والدته أو الأم بأبنائها أو بالفتاة بذويها، واقتصرت ليس فقط من الاحتلال كان التجديد، لأنهم يشعرون بأن هذا فشل لهم خروج أبنائنا، ولكن الشعب الفلسطيني متضامن متكاتف، وحدة وطنية مع المقاومة. هذا ليس كلامي وليس تحليلي، ولكن ما أراه في الشارع الفلسطيني هو الوحدة الوطنية والدعوات المركزية للفصائل الوطنية، وخاصة منظمة التحرير التي انبثقت عنها السلطة الفلسطينية. الفصائل الوطنية جميعها والإسلامية تشارك باستمرار في فعاليات لدعم، هي فعاليات لنصرة غزة وتضامنا مع آلامهم والجراح التي هم شعب واحد في النهاية، كذلك حماية وتأكيدا للمقاومة بأنهم داعمون لها ولو بالمعنويات، المعنوية العالية والدفاع عن حقهم في ونصرة الأرض ونصرة نساء القدس والقدس. فهذه الشعب الفلسطيني كله انبثقت عنه المقاومة، فهم أبناء، فالمقاومة إذن هي ابنة هذا المجتمع الفلسطيني، فبالتالي هم ينصرون المقاومة. وتأكيدا ليس هنالك أي مظاهر للفرح، ولكن هي ابتهاجا لحظات اللقاء احتراما لأرواح غزة، شهدائنا في غزة وكذلك شهداء في الضفة. نعم طيب نعم. أتوجه بسؤال للأستاذ ياسين. أستاذ، يعني قصف إسرائيل أو هذا الكيان لمستوطنيه في غلاف غزة يوم يعني هذا العبور المقدس كما سميته، يعني أثبتت التحقيقات أن قوات الاحتلال هي من قصفت المستوطنين، وأيضا بالنسبة لمعاملة الأسرى من قبل المقاومة، عاملت الأسرى الإسرائيليين بما يقتضيه الدين الإسلامي، وهذا ما لم يرق لوسائل الإعلام وللقيادات الإسرائيلية، لهذا حضروا لربما كثير من هذه المشاهد، قصف مستشفى المعمداني وسقوط العديد من الضحايا. هذه الأكاذيب التي تم حياكتها عن مستشفى الشفاء وأن مقر قيادة حركة حماس تحت المستشفى، ثبت أيضا أكاذيبها، يعني تكاد لا تفتأ هذه الأكاذيب أن تحرج الكيان الصهيوني عالميا. كيف اهتزت صورة هذا الكيان أمام العالم أجمع؟ في البداية يعني يوم 7 أكتوبر عندما يعني عبر المقاومون إلى أرضنا المحتلة، حطموا أسطورة فرقة غزة، قضوا على فرقة الاستخبارات العسكرية عندهم، تقطعت السبل والاتصالات بين يعني قواعد الاحتلال الصهيوني في غلاف غزة. المقاومة لم تكن كما جاء في التقرير في التحقيق الصهيوني بأن المقاومة لم تكن تعلم أن هناك حفل موسيقي، كان الحفل يوم الخميس، ولم تكن تعلم المقاومة أنه أجل من يوم الخميس إلى يوم السبت، ولذلك حاول الاحتلال الصهيوني يعني وضع سردية صهيونية أمام العالم. وأنا أقول لك يعني الاحتلال الصهيوني دفع 8 مليون دولار من أجل أن يصدق الترويج لهذه السردية الصهيونية بأن حماس داعش وبأن المقاومة اغتصبت النساء وبأنها حرقت الأطفال، حتى على اللسان الرئيس الأمريكي. نعم، وقطعت الرؤوس، وللأسف الشديد رئيس أكبر دولة يعني يسقط في مثل هذا الاختبار لأنه تبع لنتنياهو كان في
هذه الرواية وصدق هذه الرواية، وكثير من وسائل الإعلام الأمريكية في البداية صدقت هذه الرواية، لكن عندما وقبل أن يأتي التحقيق الصهيوني ويكشف زيف هذا الادعاء وهذه السردية، المقاومة من البدايات نفت أن تكون قد فعلت مثل هذه الأكاذيب التي روج لها الاحتلال الصهيوني، عندما أطلقت في البداية يعني المرأة الإسرائيلية ومعها طفليها، ورأينا المقاومين يحملون هؤلاء الأطفال، عندما خرج بعض النساء من عند حماس وذكرنا ويعني كيف كانت المعاملة الإنسانية لهؤلاء، وأنهم قالوا نحن مسلمون ونتعامل بأخلاق القرآن وأخلاق المسلمين، اليوم يضاف لها المجازر التي ارتكبت في غزة، والسردية الإسرائيلية أن قيادة حماس تأتي تحت مستشفى الشفاء وأن هناك أنفاق تحت مستشفى الشفاء، كل هذا تبين كذبه ونفاقه، وأن هذه السردية أصبحت عبء على الكيان الصهيوني. وحتى يهود أولمرت رئيس الحكومة الأسبق الصهيوني ذكر بأن الأنفاق اللي موجودة تحت مستشفى الشفاء أقامها الكيان الصهيوني يوم كان قد احتل، يوم كانت يعني غزة محتلة من قبله، وأنه هو الذي قام بهذه من أجل توسيع مستشفى الشفاء. اليوم السردية الإسرائيلية ثبت زيفها وكذبها، وهذا من باب خليني أقول أنا إساءة وجه الصهاينة وإساءة وجه هذا الكيان، ومن هنا جاء يعني التغير في المزاج الغربي. احنا كلنا بنعرف عضو الكونغرس الأمريكي اللي هي من أصل فلسطيني طليب، يعني وقع أكثر من 240 واحد على معاقبتها لأنها طالبت أو لأنها تحدثت بالحق الفلسطيني، لكن اليوم تغير الأمر بشكل كبير جدا وبان زيف الرواية الصهيونية. وحتى هناك أصوات جديدة في أمريكا يعني أصبحت تطالب أنه لمن ندفع هذه الضرائب. صحيح، حتى في الكنيسة نفسه، حتى في وزارة الخارجية الأمريكية، وإحنا أيضا حتى ليس في أمريكا لوحدها بل حتى في فرنسا لأول مرة يحدث هناك خلينا نقول تمرد في وزارة الخارجية الفرنسية، ويوقع أكثر من أظن 12 أو 13 سفير فرنسي على رسالة يعترضون فيها على تبني الرواية الصهيونية ووقوف الرئيس الفرنسي إلى جانبه. عندما تحدثت وزيرة الأمن البريطانية، وزيرة الداخلية البريطانية، ووصفت يعني ما يجري في الشارع البريطاني من تعاطف مع القضية الفلسطينية، اضطر رئيس الحكومة البريطانية إلى إقالتها في النهاية أمام. واليوم العالم أصبح يعني قرية صغيرة رغم التعتيم الذي يقوم به قادة الاحتلال على جمهوره الصهيوني، ورغم تبني معظم الوكالات الأمريكية، وكالات الأنباء الأمريكية للرواية الصهيونية خاصة في بدايتها، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وأصبحت يعني المنصات الإلكترونية أصبحت هي الفاعل الكبير، وكان لها تأثير كبير جدا على دحض طيب. نعم، على دحض الرواية الصهيونية. نعم دكتور ربحي، يعني كما تحدث الأستاذ ياسين، الآن هناك تعاطي دولي لربما مختلف مع القضية الفلسطينية وفي تكذيب السردية الصهيونية، وهي فرصة تاريخية حقيقة لإيصال وجهة النظر الفلسطينية والحق الفلسطيني. ولكن السؤال الأهم هنا، هل ترى أن البيت الداخلي الفلسطيني مستعد فعلا لأي استحقاق قادم على النطاق الدولي أو على نطاق القضية الفلسطينية؟ أخي، البيت الفلسطيني لا يمثله إلا المقاومة، والمقاومة هي الوحيدة صانعة التاريخ. أما أن نقول البيت الفلسطيني ونقصد بذلك سلطة أوسلو وبقية يعني وغيرها، يعني التاريخ لا يرحم.
من يصنع التاريخ هو من يقاوم على الأرض، ومن يدافع عن الأرض، ومن يقاتل ويقدم كل ما. نعم، ولكن دكتور والدكتور ربحي، ولكن يعني المسيطر على الأرض في الضفة الغربية هي هذه السلطة التي تتحدث عنها، وليس ذلك صحيح؟ السلطة هي أداة، السلطة هي أداة في 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 الذراع، في القبضة، الاحتلال، قبضة الاحتلال هي أحد أذرع الاحتلال. السلطة تقوم بالتنسيق الأمني مع الاحتلال. السلطة ليست جزء من التاريخ الفلسطيني، هي جزء من النتوءات الشاذة، من يعني الدخيلة على التاريخ الفلسطيني، وبالتالي لا تمثل فلسطين ولا تمثل أحدا في فلسطين، وهم يعرفون ذلك. وقالها عباس بعظمة لسانه: أنا أعترف بإسرائيل، ويعني لا أريد أن أكرر ما قاله أكثر من مرة، وما زال يقوله حتى اللحظة. وبالتالي هذه السلطة هي ذراع من أذرع الاحتلال على الأرض الفلسطينية. نعم، وهي تتبنى بجميع الأحوال نهج الانتفاضة والمقاومة السلمية، ولا أدري ما معنى المقاومة السلمية أي حقيقة. أي مقاومة سلمية يا أخي؟ لا يصنع التاريخ إلا المقاومة. أي مقاومة سلمية؟ المقاومة في عرف عباس هي الانحناء والتنازل عن فلسطين. هذا ما يعرفه عباس، وهذا ما هي، هذه هي مقاييس عباس منذ كان عراق أوسلو قبل تسعينات القرن الماضي. هو الذي وضع الأسس منذ سبعينات القرن الماضي، كان يتحدث عن، وقالها في اجتماع بعام 1972 في اجتماع المجلس الثوري، أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح، وانتفضوا في وجهه. قال: علينا أن نفتح قنوات مع الإسرائيليين. أجابه الراحل عز الدين الخلق: أنت تقصد يا أبو يعني أنت تقصد أن تقول قصدت بالإسرائيليين اليهود؟ فأجاب: لا، أقصد إسرائيل، يهود، صهاينة، افتحوا قنوات مع الصهاينة. هذا كان قوله بالحرف الواحد عام 1972 أخي. وبالتالي من قال هذا لا يمثل لا فلسطين ولا يمثل حذاء، أم آسف أم يعني أم أتلفظ بكذلك، في قدم طفل فلسطيني يصنع التاريخ اليوم. وعباس يتصدى لهذا التاريخ، لكنه لن يفلح وسيكنسه التاريخ كما كنس كل العملاء. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من عمان، رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي الفلسطيني الدكتور ربحي حلوم. كما أشكر ضيفي عبر سكايب من بيروت الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية الأستاذ ياسين حمود، وشكر أيضا لضيفتنا من جنين الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي. وبنهاية تغطيتنا، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.